انطفأت الأضواء وتصاعد الدخان في كل مكان، وأتذكر أنني كنت حينها متمسكا بالمقبض وقلت لنفسي لا يجب أن أفقد التركيز. وحين نظرت من حولي لم أجد أحدا واقفا، في حين أنني كنت في قطار ممتلئ. كنت أطلب منها أحياناً بأن تصفعني إذا شعرت أنني سأفقد الوعي، لأنني كنت أعرف أنني سأموت في حال فقدت الوعي. هذا ليس من شيم الإسلام، لم يسمح الإسلام أبداً بشن مثل هذه الهجمات وقتل أبرياء، وهذا ما صدمني أكثر فأكثر. حينها شعرت بأنه علي القيام بشيء ما.